تبدو منطقة تشورو من المحميات الجميلة في إسبانيا، فبين الغابات والجبال الشاهقة تنتشر ثلاث بحيرات مائية تشكل مصدر المياه لمدينة ملقا التي يصل إليها الماء عبر نهر وادي الحرسي. ولوفرة المياه في هذه البحيرات فقد نصبت نواظم ومحطات لتوليد الكهرباء، وبسبب الطبيعة الخلابة للمكان يذهب إليه الناس للراحة والاستجمام، ولكن قسماً كبيراً مما يقصدون المكان وبخاصة الشباب منهم يأتون إليه لسبب آخر. هذا السبب يكمن في رغبتهم بزيارة طريق الملك، إنه ذلك الخط المستقيم الذي يقطع خاصرة الجبل، فهذه الطريق يقصدها الكثيرون مما يحبون المغامرة وتسلق الجبال، حيث يفدون إليها من مختلف بلدان العالم لأجل السير بهذه الطريق الملكية، فهي حقا تستحق أن تكون مغامرة حقيقية. كل يوم يتجمع العديد من الشباب الذين يأتون ضمن مجموعات أو فرق صغيرة، يتجولون في المكان ويتطلعون إلى الجبال، وبخاصة هذا الفج الذي يسمى فج الجايتانوس، حيث ربط بين جبلين من الأعلى بممر مائي، ويبدو الجبلان وكأنهما قطعا بسكين. بعض من حضر المكان جاء ومعه عدته، عاقدا العزم على السير على طريق الملك ولو بعد أكثر من 100 عام. أصل الحكاية أن الملك ألفونسو 13 جاء إلى هنا عام 1905 لافتتاح سد تشورو، والذي سمي لاحقاً بسد كونت وادي الحرسي، لأن الملك أسبغ على مهندس السد رافائيل بن خومية بورين لقب كونت ليكون في عداد طبقة النبلاء. El pasó vino a la presa, inauguró la presa, estuvo comiendo en la casa del conde que está ahí junto al lago. Y después fue por el caminito del rey hasta la estación del Chorro, donde durmió en una casa que tenía la sevillana de electricidad allí, una residencia. Y allí durmió el rey y pasó por el camino del rey. Y cuando vio el hombre la obra tan fastuosa que había construido el ingeniero, le dio el título de conde de Guadalhorce. Él vino hasta la presa, lo trajeron en una barca. Se bajó en el tren, había un apeadero del tren cerca de aquí, y desde el tren, desde Málaga, fue hasta el apeadero del tren, y con la barca, a través del río, lo subieron hasta la presa del conde, para que inaugurara el hombre la presa. Allí hizo el acta de inauguración, firmó el acta de inauguración de las obras, de finalización de las obras de la presa del conde. على هذا الكرسي جلس الملك ألفونسو 13، وعلى منضدة كهذه وضع اسمه وتوقيعه في مرسوم الافتتاح، فاحتفظوا بالذكرى على حجر المنضدة. أما طريق الملك فلم يتبقى من التسمية إلا الطريق المتهالكة هذه في وسط الجبل. كان المهندس قد عمل على تشييدها لتسهيل مرور العمال المكلفين بصيانة مجرى نهر تشورو الذي يخترق الفج ويصب في المحطة الكهرومائية، كي لا يضطروا إلى الالتفاف حول الجبل، ذلك أن طرق المواصلات كانت بدائية مقتداك، وكانت الناس تستخدم الحيوانات والبغال بصورة خاصة. أما اليوم فقد تهدمت السياجات التي كانت تحمي المارين وتقيهم من خطر السقوط، وقد انهارت بعض أشواطه ولم يتبقى منها غير عوارض وأسلاك معدنية عارية، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث سقوط خطيرة أودت بحياة بعض المغامرين وذيوع سمعة تثير الخوف والرهبة من عبورها.
وعلى إثر حوادث سقوط أودت بحياة 4 متنزهين مغامرين بين عامي 1999 وعام 2000، قررت السلطات المحلية حظر عبور درب الملك، وهدمت مقتربته وفرضت غرامة مالية تصل إلى 6000 يورو على من يخاطر بعبوره، غير أن هذا الإجراء الصارم لا يردع هواة تسلق الجبال وعشاق المخاطرة عن الاستمرار في مواجهة تحدي زيارة وعبور هذا المعبر الجبلي الخطر. كنا في الطريق قد شاهدنا مجموعة من الشباب يتهيئون لاجتياز طريق الملك، طلبنا إجراء اللقاء معهم فوافقت كاتاجيناس لأنها تحسن الأسبانية، غير أنها كانت شديدة الخجل. Hola, soy Catalina, somos de la República Checa, somos estudiantes en Córdoba y hemos venido aquí para visitar el Camino del Rey. Somos en España desde septiembre. Queremos hacer un deporte y ver naturaleza desde arriba. أليس هناك من خطر عليكم؟ Sí, seguro que es poquito peligroso, pero tenemos cosas para seguridad y todo. تركنا الشباب وتوجهنا لمشاهدة المكان ومعاينة الطريق، وبعد نصف ساعة شاهدنا كاتاجيناس مع أصدقائها يوصلون الصعود إلى الأعلى، فتابعنا تصويرهم عبر الطرف الآخر من النهر. وما أن رأت كاميرتنا تتابعها لوحت بيديها محية. وكما تلاحظون فإن الطريق فيها الكثير من التخسفات، ولهذا فإن الاجتياز يتم فردا فردا، وفي المقدمة منهم شخص يعرف الطريق وهو يقرر لهم المسير. وبغير شك فإن رؤية المكان من أعلى تثير الخوف بحد ذاتها، فما بالك وأنت تجتاز طريقا لا تعرف فيه أين تضع قدميك. أخبرنا صاحب المطعم الموجود في المنطقة بأن فتاة قد سقطت من هذا المكان قبل أسبوع، وبالطبع فإن السقوط يعني الموت، فأي ثمن لمخاطرة كهذا لاجتياز طريق الملك؟ كانت السلطات المحلية قد نظرت في ترميم هذا الدرب واستعادة معالمه الأصلية، نظراً إلى جاذبيته الشديدة التي تستقدم على الدوام سائحين وزواراً من أرجاء أوروبا كافة، ورصدت لمشروع الترميم موازنة بمقدار 18 مليون يورو، غير أن الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالاقتصاد الإسباني منذ بضع سنوات قضت على هذا المشروع العمومي وعلى كثير غيره. الشباب غير عابهين فهم يلتقطون الصور التذكارية، وما أن يصلوا للمجرى المائي حتى تكون رحلتهم قد تحقق نصفها، فيستريحون هناك ويتأملون المكان عبر فضاء ولا أروع.
غير أن هناك من يتسلق الجبل ليس بالسير على طريق الملك، وإنما تسلق حافة الجبل الحادة بالحبال حتى يبلغوا طريق الملك، وهي من الممارسات الصعبة ولا يجيدها إلا المحترفون. منطقة تشورو وتحديداً هذا المعبر الجبلي كان مكاناً لتصوير الفيلم الحربي الأمريكي الكولونيل فون رايان الذي أنتج عام 1965، ومثل فيه الممثل والمطرب العالمي فرانك سيناترا. It takes a madman to run this gauntlet of death. It takes guts and glory, arrogance and fury. It takes the man they call Von Ryan. وليس بمستغرب أن يكون المكان أيضاً مناسباً لأفلام عن قصص الحب والجمال، فطبيعته الغناء ومياه بحيراته العذبة التي تتباين بمستوى ارتفاعها الواحد عن الأخرى تصلح هي الأخرى لنمط آخر من الحكايات.